شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب اليوم بإنميناس بالناحية العسكرية الرابعة على مراسم إحياء هذه المناسبة وذلك بحضور قائد الناحية العسكرية الرابعة وألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس المدير العام لشركة سوناتراك السيد توفيق حكار إلى جانب عدد من السفراء وملحقي الدفاع المعتمدين بالجزائر وكذلك السلطات المحلية المدنية والعسكرية. استهلت المراسم على مستوى المركب الغازي لتيغنتورين حيث تم رفع الراية الوطنية وعزف النشيد الوطني ليقوم عقب ذلك السيد الفريق أول رفقة وزير الطاقة والمناجم بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لأحداث تيغنتورين وهذا بمشاركة بعض ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر قبل أن يقف الحضور دقيقة صمت على أرواح ضحايا الاعتداء الإجرامي الذي استهدف هذا الموقع الغازي الهام. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.